دعنا ننتقل الآن إلى السليمانية، حيث تحتضن المحافظة النسخة الثالثة من معرض الكتاب الدولي بمشاركة دور نشر محلية ودولية لتسليط الضوء على المعرض بشكل أكثر. ينضم إلينا من هناك مراسلنا شيار محمد. أهلا بك شيار، تفضل شيار. نعم، تحية طيبة على الجميع. يعني ليس غريبا على مدينة كالسليمانية والتي اختيرت كعاصمة ثقافة في إقليم كردستان وأيضا مدينة الأدب من قبل يعني الأمم المتحدة أن تحتضن النسخة الثالثة من معرض الكتاب. هذا المعرض الذي يضم أكثر تقريبا من 200 دار نشر محلية ودولية، يعني أيضا هناك عناوين كتب كثر وفي كل المجالات. اليوم افتتح هذا المعرض، نتحدث أكثر عن الافتتاحية وعن دور النشر. يعني سأجعل الضيف هو الذي يتكلم، دكتور واصف شويكي مدير العلاقات الدولية في معرض السليمانية الدولي. السيد الدكتور واصف شويكي، مرحبا بك معنا في هذه الانضمامة. نتحدث عن هذا المعرض، كيف هي النسخة الثالثة من معرض الكتاب الدولي في السليمانية؟ يا مرحبا بكم في قناة زاكروس العربية. طبعا هذه دورة الثالثة لمعرض الكتاب في محافظة السليمانية، المعرض الدولي للكتاب بعد نجاح مبهر في الدورة الأولى والثانية، فهذه الدورة الثالثة، حيث يشارك في هذه الدورة الثالثة العديد من دور النشر العربية والأجنبية والمحلية، تقريبا أكثر من 200 دور نشر. وهذه الدورة الحمد لله طبعا فيها عناوين كثيرة في مجال معرض الكتاب، طبعا منها الهندسي والأكاديمي والقانوني والفلسفي والتاريخي، عناوين كثر تقريبا أكثر من 1.5 مليون عنوان في هذا المجال. طيب شو اللي بيميز هاي النسخة؟ شو اللي ميز هاي النسخة الثالثة؟ يعني شو المميز في هذه النسخة الثالثة لمعرض الكتاب؟ طبعا هو بعد نجاح الدورة الأولى ونجاح الدورة الثانية في مدينة السليمانية، وثبت هذا المعرض جدارته على الساحة العربية والعالمية بترتيبه والتقنية والحضارة في ترتيب هذا المعرض الكبير الدولي. دكتور واصف شويكي مدير العلاقات الدبلوماسية والدولية لمعرض السليمانية الدولي، شكرا لهذه الانضمامة. يعني كما سمعنا وشاهدنا أيضا، هذا المعرض هو نسخته الثالثة، يستمر على مدار 10 أيام، يستقطب الكثير من دور النشر العالمية وأيضا الأجنبية سواء كانت أو الدولية. أيضا هناك دور نشر من باقي المحافظات العراقية وأيضا من المحافظات الكردستانية، دور نشر منتشرة هنا في ساحة المعرض. المعرض تقريبا كله ممتلئ بدور النشر، أكثر من 1.5 مليون عنوان عرض هنا في كل ومختلف المجالات. بالمجمل هذا يعني بداية انطلاق المعرض، كما قلنا سيستمر على مدار 10 أيام، وسنوفيكم أول بأول في كل يوم عبر شاشة زاكروس العربية بالتحديثات والمعلومات الجديدة عن هذا المعرض. نعم، شكرا جزيلا.